الموقع ده اتشرح كتير جدا، واحنا لازم نبقى مع التيار. معكم مصطفى من قناة مستر بومتك، وفي حلقة النهاردة هنشرح موقع فايل فور نت. تابع معايا الحلقة للآخر. طيب، زي ما اتعودتوا في قناة مستر بومتك، احنا ما بنشرحش اي حاجة بشكل عشوائي، او ما بنشرحش اي حاجة وخلاص، اللي هي حاجة ترند او حد شرح حاجة او بنسرق حاجة من حد او اي حاجة من الحاجات دي، عمرها ما بتحصل في قناة مستر بومتك. عشان كده انا شرحت الموقع ده النهارده بسبب المميزات اللي فيه. ايه هي المميزات في وجهة نظري انا؟ مميزات كتيره جدا 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 في الموقع ده. اولا انه موقع جديد. يعني ايه موقع جديد يا مصطفى؟ يعني الثمن او البرايسز بتاعت الموقع بتبقى عاليه جدا جدا جدا، او البي اوت ريتس. طيب انت عرفت منين؟ انا من غير حتى ما اشوف البي اوت ريتس، طبعا شفتهم، لكن من غير حتى ما اشوفهم لازم تبقى متاكد ان ده موقع جديد، يبقى اكيد الاسعار بتاعته تبقى عاليه جدا. تبقى عاليه ليه؟ لان بعد كده بتقل، بعد كده الاسعار بتقل، لكن اول ما بيبقى جديد لازم الاسعار تبقى عاليه عشان يجذب للناس ويجذب للزوار، ودي الفتره اللي احنا هنستغل فيها موقع فايل فور نت. تمام، ممكن بعد كده تسيبه او تكمل فيه براحتك. تاني ميزه في الموقع ده هو طرق الدفع المتعدده جدا فيه، واللي هي بتتميز اكتر للمصريين وللعرب جميعا الحمد لله، ولكن بتتميز اكتر للمصريين لان موقع مصري. تمام، ترتيب الموقع 134,000، كان على فكرة من خمس أو من أسبوع تقريبا كان 4 مليون. تمام، الموقع بينزل بسرعة جدا، وده معناه إن الموقع صادق 100% طبعا، لأنه الشريك بتاع جيت شير إل، فأنت تأكد 100% من مصداقية الموقع ده. طيب تمام، خلينا نشوف الريتس بتاعته اللي أنت هتتفاجئ منها. عندك السعودية 4.5 دولار، وخلينا نشوف بس البلاد اللي بيجي لنا منها زوار. تمام، عندك البحرين وصلت ل10 دولار تقريبا يا جماعة، البحرين. تمام، وعندك هنا كندا، عندك ايجيبت 5 دولار. ايجيبت 5 دولار ده ممتاز جدا جدا جدا، يعني ايجيبت في موقع فايل ابلود اقل من كده بكتير، تقريبا 3 دولار او 2 دولار ونص باين، حاجه زي كده. خلينا بس ننزل للجزائر. الجزائر 4 دولار، زي ما انتم شايفين الجزائر 4 دولار، وعايزين نشوف برضو المغرب. المغرب 4 دولار، ده ممتاز جدا 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 للجزائر والمغرب، ومصر 5، يعني ده حاجه ممتازه جدا. خلينا نشوف برضو باقي البلاد اللي بيجي لنا منها زوار، او يعني اللي بيجي منها زوار كتير للدول العربية. عندك هنا الامارات 7 دولار و3 من عشرة، وده جميل جدا جدا جدا. تمام، انا بس قلت لك اهم البلاد. عندك قطر 6 دولار ونص، بقول لك اهم البلاد. عندك العمان 4.3. تمام شباب، يعني عندك الدول العربية كلها بتتميز بسي بي ام ممتاز جدا جدا جدا. طيب تعال نخش في الميزه الثانيه في الموقع، وهي طرق الدفع. طب ايه هي طرق الدفع المتعدده في الموقع يا مصطفى؟ وايه هي طرق الدفع المتوفره؟ هخش على ماي اكونت هنا ونشوف طرق الدفع. عندك هنا باي بال، بيتكوين، بايونير، ويسترن يونيون. ويسترن يونيون يعني كل الدول العربيه، لكل الناس كلها لما بتيجي تدور على اي موقع بتشوف ويسترن يونيون موجوده ولا لا. ويسترن يونيون موجوده شباب. وعندك كمان فودافون كاش وايجيبت بوست، دول طبعا بتوع مصر. تمام، عندك بايونير البطاقة اللي مع الناس كلها الحمد لله. عندك بيتكوين العملة اللي الناس كلها بتحاول تحصل عليها. عندك الباي بال، الناس كلها عندها اكونتات على باي بال مفعلة. تمام، يعني الموقع ما حرمناش من اي حاجة في طرق الدفع. طيب تمام جدا يا شباب، خلينا بس نرجع للهوم ونشوف كده شكل الموقع من بره. اولا يا شباب هنا ماي فايلز عشان لو عايز تجيب الملفات اللي انت رفعتها، وهنا الريبورتس عشان لو عايز تشوف ايه اللي حصل النهارده، كام تحميلة جات لك، كام حاجة اتعملت. وهنا عندك البيمنتس عشان لو عايز تسحب اي ارباح. تمام، والسحب هنا يومي يا شباب، السحب يومي. وعندك هنا التولز، دي فيها بس تول واحده بس اللي هي الريموت ابلود، اللي هو لو عايز تجيب ملفات من موقع ثاني للموقع ده. تمام، هو لسه الموقع لحد دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين بيتا، يعني لسه ما كملش 100%، الموقع لسه ما كملش 100%. تمام، عشان كده بيضيفوا لسه حاجات فيه. هنا السبورت عشان لو عايز تكلمهم عن طريق التيكتس، وهنا الفورمز ده اعتقد اللي هي الفورم بتاع جيتس يور ال، كمان لو عايز تشوف الحاجات بتاعت الموقع والقوانين وكده. طيب تمام، هنا التوتال فايلز اللي اترفعت في الموقع لحد دلوقتي 14385، وهنا التوتال داونلودز 148,000 تحميله، وهنا النهارده بس حصل 4132 تحميله، وكم ملف اترفع 84 جيجا بايت. طيب تمام جدا يا شباب، كده احنا عرفنا كل حاجه عن الموقع ده. طيب ازاي نقدر نسجل في الموقع ده؟ تعال نشوف. كل اللي بتعمله بتضغط على كريت اكونت من الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو، بعد كده بتكتب يوزر نيم وباسورد وتعيد الباسورد، بتكتب الايميل، وبعد كده بتقول له انا لست ريبوت، وبعد كده بتعمل ريجستر، بيتم معاك تسجيل مباشره، ما بيطلبش منك اي حاجه ثانيه. تمام، هنرجع مره ثانيه بس عشان نشوف الريفرال.
طيب تعالى كده نشوف الريفرالز عامله ايه في الموقع ده. الريفرال للاسف هو 5%، للاسف الريفرال 5% فقط في الموقع ده، ولكن ده ممتاز جدا بالنسبه لموقع جديد لسه، والموقع لسه بيخلص حاجات ولسه بيعمل حاجات، فمش معتمد على الريفرال بشكل كبير. ولكن بالنسبه لاسعار الموقع، بالنسبه لحاجات بتاعت الموقع، الحمد لله الحاجات دي ممتازه جدا جدا جدا، وهتغنينا عن الريفرال بشكل كبير جدا. تمام يا شباب، فاتمنى ان انا ما اكونش قصرت معاك في اي حاجه. الموقع رابط زجل في الموقع ده هتلاقيه اسفل الفيديو، استغلوا الموقع ده يا جماعه لانه لسه في البدايات، استغلوه عشان ما حدش يندم في الاخر ويقول ما لحقتش الموقع باسعاره العاليه الحاليه. والموقع فعلا قريب جدا هتلاقي الاسعار بدات تقل لما يوصل للمرتبه اللي هو عايزها من الزوار ومن المشتركين في الموقع. فاتمنى يا شباب انك تحاولوا تستخدموا الموقع ده قبل ما يقلل في الارباح والارباح تقل بشكل كبير. بس هو ده كان الحلقه بتاعت النهارده، كان نفسي بس تبقى احسن من كده، ولكن الحمد لله هي حلقه ان شاء الله تكون خفيفه وبسيطه عليكم. شكرا ليك عشان انت ضيعت من وقتك 10 دقائق عشان تشوف فيديو ليه قناه مستر مونتك. كان معاكم مصطفى من قناه مستر مونتك. شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. متنساش تعمل سبسكرايب للقناه وشير الفيديو عشان يوصل للناس كتير، عشان الناس دي تستفيد بالموقع زي ما انت استفدت، وتعمل سبسكرايب للقناه عشان نوصل ل 4000 مشترك ان شاء الله قبل النص الشهر ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.